طلعت عليه الشمس. عارفينه طبعا يوم الجمعة، عارفينه مصر. شفت انت الافعى الصهيونية ده، شفت انت الافعى الصهيونية في خيء ادرعي لما كان بيقعد يحور عليك ويقول لك احاديث وقرآن وكده، ربنا يقوي ايمانه. اهو على نفس الدرب يسير العميل الصهيوني تماما، مع كل كارثة ومصيبة يسوء الهبل على الملعنة والشيطانة ويقعد يهرتل في حتة كده عشان تغطي على الخبور اللي لابساه البلد. المرة قبل الأخيرة في اجتماعه مع رئيس وزراء أثيوبيا قاعد يقول زي الأهطل مبروك مبروك كله بقى تمام، والمرة دي قاعد يقول له احلف. I said تلمي والله لن نقوم بأي ضرر للميافي مصر. للميافي مصر زي ما انت شفته كده كان بيكلمني دايما ويقول لي والله لن تجد ضرر مننا. انا حبيت ان انت تسمعوها منه وانا بشكره عليها. نهدى بقى، احنا بقى بنتبط نهدى ونتبط. مش هصدقك لما تحلف. لا قولها على بعضيها، والله قولها على بعضيها. لا انت بتقول حاجه تانية في سرك وبتقول لي عكسها. منتهى الاستنطاع على الشعب. الراجل حلف وهم واخد معاه في الطياره 30 اثيوبي افرج عنهم السيسي بقرار جمهوري. 30 اثيوبي كانوا محبوسين عندنا. ما الراجل حلف خلاص يا جماعه. خد بقى من ضمن القلش، قال لك دار الافتاء بتقول ان الحلفان بالله العظيم والختمه الشريفه اصبحت قوانين ملزمه للمجتمع الدولي عند عقد المعاهدات. لا خلاص احنا كده لازم نصدق. الحين يا ام نيازي احنا كشعب خلاص لازم نصدق. هنزرع قصب ورز وهتزهزه يا معلم. لازم نصدق زي ما صدقنا بالظبط حلفان العميل الصهيوني قبل كده. والله العظيم لا والله ما حكم عسكر ولا في اي رغبه ولا اراده لحكم مصر. اقسم بالله على ذلك شرف حمايه اراده الناس اعز واشرف عندي انا. اقسم بالله من حكم مصر. انا اقسمت بالله ان احنا ملناش طمع، وهتشوفوا ملناش طمع في اي حاجه. اقسم بالله تاني انا مش عايز احلف كتير، لكن اقسم لكم بالله اتقدم لكم معلنا اعتزامي الترشح لرئاسه جمهوريه مصر العربيه. هذا العميل جاء ليقضي على البقيه الباقيه من الريحه اللي كانت بتربطنا بالدوله. كل شيء وصل مرحله السخف والنصب والدجل. اللوجو الرسمي للمتحف المصري الكبير حاجة زبالة ومسخرة وفشلة، واتعملت من وراه نصبايا قد كده. عايز اقولك كان معمول له مسابقة من 2014 وما خدوش بقى اي حاجة، خدوا من السبوبة. سيبك من اللوجو الفضيحة، بذمتك يا راجل ما كانش حد فاضي يكوي المفرش بتاع الطاولة اللي محطوط عليها اللوجو؟ ما فيش مكواجي؟ يخرب بيت كده يا شيخ. نفس السبوبة ونفس العتا بتاع احلف كان على الاتوبيس. قال لك لما تقول الفراعنة الدنيا تقوم تسمعنا. هتلاقي انت على الجنب التاني على طول اللي مستخبي مكتوب العين صابتني ورب العرش نجاني، ولا قدحها توك توك. تصدق ان مجدي عبد الغني كان عنده حق لما قالها في ضحكم؟ ده احنا هنحول الفيفا للنيابة العامة لو ما وفقتش ان احنا نزيع المباريات ارضي. والله هنحول الفيفا للنيابة العامة لو ما وافقتش ان احنا نزيع المباريات ارضي. شفت يا اخي؟ طب شفت اللبس بتاع المنتخب؟ شفت السبوبة؟ سيبك من الجزم ربنا يعزكم دي فعلا موضة. الشركة لودي اللي ملبسها المنتخب لا شركة عالمية ولا بطيخ، دي شركة تسويق شبكي. عارف التسويق الشبكي؟ من بتاع بيع بدلة لصاحبك تاخد نسبة وكده. الشركة ملهاش لا مقر ولا فرع واحد ملهاش، ولا في مصر ولا في اي حته في العالم ولا اي حاجه. والقصه كامله، قصه النصبايا كامله، كتبها بكل تفاصيلها رامي المليجي على صفحته. سبوبه ونصبايا بنت حرام. كنا نقدر نلبس احسن من كده ومن شركه افضل من كده، وكان ممكن نركب اتوبيس وطياره بشكل اشيك وافخم من كده، وكنا نقدر نعمل لوجو للمتحف اكتر احترافيه من كده لو كنا في مصر بندي الشغل لصاحبه. لكن الفساد والصوص ضرب أطناب البلد من جدورها. بس مش مشكلة، الكل يحلف إنه والله ما حرامي، وإحنا هنصدق زي ما صدقنا العميل ورئيس وزراء أثيوبيا. قول والمصحف مصر بخير.
قول كده والمصحف مصر بخير. كتر خيرك ميرسي كتير. يعني مفيش عداد بكروت ولا اسعار عاليه في فواتير ولا خناقات على الميه في شبرا ولا تكرير ولا ميه صرف ولا طوابير يملوا جراكن من مطروح لجنوب اسوان. يعني هنرجع نزرع رز وقصب السكر والكتان. قول والنعم. قول كده والنعم. مش هصدقك لما تقول والنعم. قول والنعم عشان الشعب بتاعنا يسكت بالحلفان. قول والنعم عشان الشعب بتاعنا يسكت بالحلفان. قول والكعبه تل ابيب مش عامله معاك دفاعات مشتركه. قول والكعبه تل ابيب مش عامله معاك دفاعات مشتركه. جاهزه تدمر جيشنا نحاول يحمي النيل من اول عركه. قول حلفانك كده على بعض. قول حلفانك كده على بعضه. الحلفان في بلدنا رخيص. اللهم قوي ايماننا. قول حلفانك كده على بعضه. الحلفان في بلدنا رخيص. مصر بتتحدى التهييس بدماغ ما خدتش ابتدائيه. مبروك السد على اديس ابابا وباي باي للميه. قول والمصحف مصر بخير. كتر خيرك كتر خيرك ميرسي كتير. الله غالب.